فرحة العيد. النهاردة عايزين نتكلم عن فرحة العيد، وخلونا نبدأ كده بسؤال، هو احنا ليه بنفرح في العيد؟ ايه اللي ممكن يحصل في العيد يفرح؟ يعني نسينا مثلا مشاكلنا، احزاننا، همومنا، وبعدين هل المشاكل دي بتخلص؟ هل مثلا لو مريض هتخف؟ هل لو عندك ديون الديون دي هتتشال؟ هل لو عندنا مشاكل مثلا في ال فاهميني طبعا هتروح وترجع زي الحصان؟ ابدا. بعدين انا مش عايز اقف عند العيد نفسه، تعالوا نروح لمنطقه كده، هو الناس بتعمل ايه في العيد؟ في اللي بيقضيه اكل ونوم، اهو الناس دي بتموت بالجلطه والتصلب الشرايين، وفي اللي بيزوروا اهلهم، ما هو الناس دي بتتخانق مع قرايبهم وبيرجعوا يقاطعوهم طول السنه، وفي كمان اللي بيروحوا الملاهي. ما الناس دي بقى انا مش فاهمها خالص، يعني موضوع الملاهي ده انا مش فاهمه، يعني ليه تروح تدفع فلوس عشان يقعدوا يهزوك ويمخمطوا فيك ويطلعوك وينزلوك ويقعدوا يرجوا فيك بلا فائده؟ يعني ليه تدفع فلوس في حاجه الدنيا بتعملها فيك كده كده؟ طب حضرتك يا دكتور رايك ايه؟ الناس يروحوا فين في العيد؟ لا في اماكن كتيره، يعني عندك مثلا المقابر، مكان هادي جدا، ناس هناك مالهاش نفس. عندك الشوارع الضلمه، يعني فكره المغامره بتاعت انا هطلع من الشارع ولا لا، وهطلع سليم وعايش ولا مش عايش. عندك ما مش سريع يا سلطان؟ لا انا في ايفنت كده بس خلاص قربت خلص. اجي ليه؟ في ايه؟ ايه؟ طب انت فين؟ طيب خلاص جاي حالا حالا. معلش يا جماعه انا مضطر استاذن دلوقتي، بس ممكن نتجمع بكره ان شاء الله في نفس الميعاد، هنكمل موضوع فرحة العيد ونخش في فكرة بقى ايه استعذاب الألم، او فكرة لذة الألم عند جرح المشاعر. سلام عليكم. احسن احسن. يمين يمين، هو ده احسن، هو ده هو ده. اسرع. انا مش فاهم حاجة، يا ده ليه بيضة النهاردة؟ النهارده يا سيدي البيضه الثانيه للمدام. تركيز فين؟ داليا النهارده قايمه لاعبه كيك بوكس. هو ده هو ده. مين اللي معاها ده؟ ده اسمه الكابتن فوده، مدرب بتاعها ومتربي مع محمد فؤاد، فمبدئيا كده هو ابن بلد وبيفهم في الاصول. ستوب ستوب. التمرين ده بيعلمنا ثلاث حاجات، عارفاهم؟ ايه هما يا كابتن؟ بيعلمنا نسامح، بينسينا امبارح، بيعلمنا نفكر دايما في ايامنا اللي جايه. طب ممكن اسالك سؤال يا كابتن؟ سالي. النظام الغذائي اللي اديتهولي ينفع ازود على الفطار شاي؟ شاي بالحليب على قهوه في الظاهر هناك، نسمه عصار السيده ودير الملاك. حاضر يا كابتن. ولا بهجه. يلا. انا جات لي فكره. ايه؟ تعالى. اسرع اسرع. هو ده هو ده. يا دفع، في نظرية للعالم اليوناني سفوخسيوس بتقول إذا أتى أحدهم برجالا كي يضربوا زوجته وضربها أمامهم أصبح مهزأ. يا بهجة تفهم أنت، داليا اللي قدامنا دي بقت شبح، مسجل خطر، بطلة كيك بوكسر، لازم أجيب رجالة يضربوها، أخش أظبط أنا الكلام، تعجب بيها وتحبني من أول وجديد. السلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي المعلمين. ارتاح يا معلم بسبوسة. ها هات اللي عندك يا معلم بسبوسة يا حلو. بصوا بقى، في خطط كتير وحوارات كتير علشان تحطوا حته مظبوطه على صاحبكم اللي عايزين تروقوه ده. اللهم صل على النبي. تقدر تدينا بريف سريع كده عن ايه اللي بتدور في دماغك؟ عيني. احنا هنكسر له رجليه ونعجزه. حلو حلو. بعد كده نربطه ونحطه في شنطه العربيه. جميل. تمام. ثم نطلع على سطح الواد حماده نغتصبه ونصوره. لا 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 لا، شوف لنا اي فكره غير الاغتصاب والتصوير ده. عيني. انا الحمد لله كرييتيف على فكره، باين جدا من الوان الفايلز اللي مع الساده الزملاء. بصوا بقى، احنا هنتربص له بالليل. حلو. ونعلمه علامه في وشه. تمام. وبعد كده نحطه في شنطه العربيه. حلو قوي. ونروح واخدينه وطالعين على سطح الواد حماده نغتصبه ونصوره. يا بسبوسه في ايه؟ انت مالك داخل كده هاجم بصدرك؟ ما تهدى كده، عايزين اداء راقي، حاجه كده من اسمك كده ابو المسافيس. عيوني قول.
ايوه ابتدت عين ملفات تبقى سودا وغامقه وبدات اتفائل. احنا بعون الله هنقتله بعد كده نقطعه حتت صغيره قد كف الايد الواحده وناخده على سطح الواد حماده نغتصبه ونصور. لا هنحطه في اكياس سودا بعدين نطلع بيه على سطح الواد حماده نغتصبه ونصوره. انت ليه مصر على موضوع الاغتصاب والتصوير ده؟ بصراحه بقى المدام عندي زعلانه وسايبه البيت بقى لها شهر. الله وانت بتدخل الامور الشخصيه ليه في الشغل يا بسبوسه؟ دي على فكره اول درجات الفشل. ملحوظه صغيره بس يا معلم بسبوسه، اللي انتوا رايحين تضربوه ده اصلا مش راجل، ست ومراتي كمان. احلى واحلى دي تبقى فرجت وان شاء الله مراتي حتى ما رجعت البيت. فرجت الكلام إيه؟ اللي بتقوله ده اللي هيحصل كالاتي، الرجاله دول هيروحوا يضربوا مرات الراجل ده فالراجل ده هيعزقهم ضرب قدامها فيبان ان هو ذكر. يعني انت عايزنا اخش عليها اضربها؟ بعد كده يخش صاحبك يضربني قدام مراته؟ بعد كده يقوم واخدني على سطح الواد حماده يغتصبني ويقلعني ويصورني؟ محدش لا جاب سيره اغتصاب ولا سطح حماده ولا تصوير. انت شكلك عايز تطلع معلم بسبوسه على فكره. خلاص يا سلطان، هو المعلم بسبوسه فاهم وعارف هيعمل ايه بالظبط. تحب الفلوس تدفع هنا ولا فوق سطح الواد حماده؟ على سطح حماده. انا مش هطلع انا على سطح حماده يا ابني، انا اللي هودي الفلوس. انا هموت وافهم ايه اللي بيحصل على سطح حماده ده. ايه ده؟ الجميل ماشي لوحده وانا موجود؟ روح العب بعيد يا شاطر عشان ما ازعلكش. ونهان عليك زعل، ونهان عليك زعل. ولا سلطان هي كده خلصت؟ لسه هتاخدهم على سطح الواد حماده. بص لنا نمشي نمشي نمشي. ده ليه قلبت شبحه بهجت؟ دي فرمت الرجال. دي في نظريه الخواجه كوستا قالها. كوستا مين؟ يا ابني احمد مظهر في النمر الاسود، مش قال احمد زكي باليمين يا محمد؟ ايوه صح صح، بس دي علاقتها بالموضوع طيب؟ اكيد اكيد ليها مغزى، بس انا مش هقعد اشرح لك دلوقتي يا سلطان. وبعدين انت مرعوب قوي ليه كده؟ وانت مش مرعوب من اللي شفته؟ طب دور واطلع. هنروح فين؟ هتصرف انا اطلع بس.